أهلا وسهلا بكم تلاميذي الأعزاء. درسنا لهذا اليوم كما تلاحظون التكبير والتصغير agrandissement et réduction. إذا لاحظوا معي جيدا، الهدف من الدرس هو أن نتعرف كيفية تكبير وتصغير الأشكال الهندسية. إذا انتبهوا جميعا، السؤال المطروح كيف نرسم تكبيرا أو تصغيرا لشكل هندسي معين أو لشكل هندسي كيفما كانت أبعاده وكيفما كانت طبيعته. لاحظوا جيدا، إذا هناك بعض الخصائص لتكبير شكل هندسي معين، علينا أن نحافظ على طبيعة الشكل الهندسي ونضرب قياسات أضلاعه في نفس العدد حسب عدد المرات. مثلا عندما نطالب بتكبير الشكل مرتين نضرب قياسات الأبعاد في 2، عندما نطالب بتكبير الشكل 10 مرات نضرب قياسات أبعاده في 10. إذا نفس الشيء بالنسبة للتصغير، لاحظوا عندما نريد تصغير شكل هندسي نقسم جميع قياسات أبعاده على نفس العدد حسب عدد المرات. عندما نطالب بالتصغير 5 مرات نقسم جميع أبعاد هذا الشكل على 5 ونرسم الشكل المطلوب. إذا انتبهوا معي، سنرى مثالا. بالنسبة للمثال الأول سنشتغل على شبكة تربيعية. إذا لاحظوا جيدا، لدينا شكل هندسي سميناه A، وكما تلاحظون شكل هندسي سميناه B. إذا ماذا تلاحظون؟ ماذا نلاحظ؟ إذا طلبنا هنا بالتكبير، إذا ماذا نقول؟ الشكل B هو تكبير للشكل A. كم من مرة؟ إذا قلت لكم الشكل B تكبير للشكل A كم من مرة؟ لاحظوا معي قياسات أبعاد الشكل A، الطول تربيعتين وأيضا في العرض تربيعتين. الشكل B وجدنا أن طوله 4 تربيعات وعرضه أيضا 4 تربيعات، هذا يدل على أننا ضربنا قياس طول ضلعه في 2. إذا ونستنتج نقول أن الشكل B هو تكبير للشكل A مرتين، يعني نضرب قياسات أضلاعه في 2 عندما نريد التكبير مرتين. إذا كبرنا 3 مرات أو إذا أردنا أن نكبر الشكل 4 مرات 5 مرات نضرب في 5 أو في 4 حسب عدد المرات. إذا انتبهوا معي أيضا، سننتقل لمثال آخر. المثال 2، إذا لدينا شبكة تربيعية ولدينا شكل B. إذا لاحظوا جيدا، أبعاد هذا الشكل B أو هذا الشكل B هو عبارة عن مربع طول ضلعه 4 تربيعات. إذا طلبنا بتصغير هذا الشكل مرتين معناه أننا سنقسم طول ضلعه على 2 ونحصل على الشكل كما هو مبين في الشبكة التربيعية. إذا حصلنا على الشكل A. ماذا نستنتج؟ ماذا نقول؟ إذا هنا لدينا التصغير. إذا كاستنتاج الشكل A هو تصغير للشكل B مرتين، يعني عندما نريد تصغير الشكل B نقسم قياسات أبعاده على 2. إذا أتمنى أن يكون الجميع قد فهم ما قلته أثناء المثال الأول والثاني. لاحظوا معي جيدا، لدينا تمرين تطبيقي. إذا أردنا أن نشتغل على أشكال هندسية بدون تربيعات، لدينا شكل هندسي كما هو مبين مستطيل طوله 15 سنتيمتر وعرضه 6 سنتيمتر، وطلبنا في السؤال بتصغير هذا الشكل 3 مرات، صغير الشكل التالي 3 مرات. إذا ماذا علينا أن نفعل؟ هل سنرسم أولا؟ بالطبع لا. إذا علينا أن نحسب أو أن نصغر الأبعاد بالحساب أولا،
إذن بما أن الطول 15 وطلبنا بالتصغير 3 مرات، سنقسم هذا الطول. لاحظوا معي، سنقسم الطول L تساوي 15 مقسومة على 3 يساوي 5، والعرض يساوي 6 سنتيمتر. إذا صغرنا 3 مرات سنجد 2 سنتيمتر، وبالتالي الشكل الذي سنحصل عليه سنرسمه بطبيعة الحال بأدواتنا الهندسية. سنرسم شكلا كما تلاحظون، مستطيل مصغر للمستطيل الأول، طوله 5 سنتيمتر وعرضه 2 سنتيمتر. مفهوم؟ إذن عندما لا تكون لدينا شبكات تربيعية ونطالب بتصغير أو تكبير الأشكال الهندسية على ورقة بيضاء، علينا أن نرسم هذه الأشكال كما طلب منا. تصغير الأبعاد بقسمتها على عدد المرات، تكبير الأبعاد بضربها في عدد المرات. أتمنى أن تعم الفائدة للجميع. إلى اللقاء، مع تمنياتي لكم جميعا بالسلامة.